وطبعا اكيد بقى هنتكلم معاك كتير سواء عن اللي فات رحله الاهلي في الحفاظ على الصداره واللقب مبدئيا، واكيد هنتكلم برضو في اللي جاي ابتداء من النهارده، يعني ماتش النهارده برضو اكيد يعني ماتش مهم من كل النواحي جداً. وزي ما نهاوند كانت بتقول فعلا الفرقتين يعني او هما كمان عندهم حافز قوي ما يقلش في قوته عن حافز النادي الاهلي مع اختلاف الوضع، الاهلي بيسعى للصداره من جديد وهما بيسعوا لعدم الهبوط، فده هيخلي الماتش قوي من وجهه نظرك. طبعا يعني في البدايه طبعا هو ماتش صعب جدا، ماتش مهم جدا للفرقتين، كل فريق داخل بدوافع مختلفه. النادي الاهلي يعني مواصله المشوار للوصول للقمه، فالموقف طبيعي النادي الاهلي المعتاد يعني عايز يوصل للصداره مع مناصفه مع نادي الزمالك 61 نقطه، فمكسب النهارده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. وادي دجله بيفكر بطموح تاني ودوافع تانيه، عايز يهرب من شبح الهبوط طبعا، يهرب من دوامه الهبوط، يعني اللي هي مش مكانه ولا وضع النادي وادي دجله بالامكانيات الكبيره، الامكانيات الفنيه اللي موجوده عند لعيبه وادي دجله، عنده لعيبه على مستوى عالي في الفرقه طبعا. فمش هي دي المكانه اللي يستحقها وادي دجله، فماتش صعب جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي محطوط تحت ضغط دايما، اللي هو زي ما قالت كده مثلا هواندا عايز يكسب، عايز يصل يعني بيطلع من بطوله، خد بطوله افريقيا، لا خلاص انا نسيت من بطوله افريقيا، الجمهور خلاص يعني الجمهور لو نفتكر بعد ماتش نهائي افريقيا نسي بطوله افريقيا خالص ومركز في الدوري، عايز الدوري، هيخلص الدوري عايز الكاس، هيخلص الكاس عايز سوبر افريقيا، خلاص بينسى البطولات بتعتبر في النادي الاهلي بتخلص بيفكر في اللي بعدها، وده يعني زي ما بنقول ايه مصير نجوم النادي الاهلي ومصير لعيبه النادي الاهلي، والانديه الكبيره دايما بتبقى محطوطه في الوضع ده، فبيبقى دايما محطوط تحت ضغط المكسب تحقيق البطولات طبعا، فده اللي بيخلي الامور تتصعب على لعيبه النادي الاهلي، بيبقى مطالبين دايما بمكسب، انت مطالب دايما ان انت تحقق المكسب على طول، غير كده بيبقى انت في خساره ده. فالنادي الاهلي النهارده اعتقد مستر موسيماني داخل بتركيز كبير جدا، عارف اهميه اللقاء، عنده غيابات مؤثره، عنده غيابات مؤثره، النهارده في بدر بنون مش موجود، ايمن اشرف غير السداسي يعني بس صلاح محسن اعتقد هيكون متواجد في القائمه، امبارح كان متواجد، بس في اكرم، في طاهر، في الشناوي طبعا، فاعتقد غيابات مؤثره مع بدر وايمن، فاحنا بنتكلم مثلا في الاثنين اللي هم محاور قلب الدفاع اللي بيلعبوا بقالهم فتره كبيره مع بعض، فالنهارده ممكن نشوف ثنائيه ربيعه مع ياسر ابراهيم ما شفناهاش من زمان، بس الاثنين برضو يا ياسر من اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي بتبقى موجوده بشكل كبير جدا، حتى لما تيجي من قعده دكه كبيره وتيجي تلعب بتبقى بتأدي بشكل كويس جدا. رامي ربيعه ادى الماتش اللي فات في ناحيه اليمين، كان على قد مجهوده وعلى قد معرفته بالمكان، لان رامي مش مكانه، بس اداه بشكل كويس جدا. النهارده مركز قلب الملعب او خط الدفاع عندنا هيبقى في سرعات عند رامي وفي سرعات عند ياسر، عشان في خط هجوم وادي دجله، والسرعات والمرتدات اللي هيلعب عليها وادي دجله، لان وادي دجله النهارده هيعتمد بشكل كبير جدا على المرتدات، عنده مهاجم واعد اسمه احمد عاطف بيأدي بشكل كويس جدا، هيبقى مصدر خطوره للنادي الاهلي. فاعتقد برده من حسن حظ مستر موسيماني وجود ايمن، وجود رامي ربيعه وياسر ابراهيم، عندهم سرعات، عندهم قوه في الالتحامات، فممكن تقلل الخطوره شويه اللي كانت موجوده على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، في اي سرعات كانت بتقابل النادي الاهلي في الجزء الامامي كانت بتشكل بعض الخطوره عليه. تمام.